شوف ايش نعمل بالسيميليت. بطلع جي اوف تي، مش اذا انا فضلت جي اوف تي بقدر اطلعها ادخلها على الانتجريتر بتعطيني اي اوف تي، بقدر ادخلها على الانتجريتر بتعطيني في اوف تي، وبدخلها على الانتجريتر بتعطيني اكس. سهل جدا. اذا كل اللي بدي اعمله هدول، هاي بقدر ابنيها كيف الفانكشنز؟ اسهل ايش ستيب فانكشنز، هاي 1 ستيب فانكشن، بي فانكشن جنريتر، 2 ستيب فانكشن، او فانكشن جنريتر زي ما بدك، 3 4 5 6. طلعوا هدول ايش مكونين؟ هاي ستيب فانكشن ايش الزمن تبعها؟ 0. اذا هذه بصير عندي هون ستيب فانكشن at 0 تايم، يعني at 0 ارتفاعها 1. هاي بندخلها على summing point. هلا الثاني قديش قيمتها؟ 1 بس سالب 1. اذا بدك تحطها سالب 1 او اطرحها طرح من هناك. وايمتى زمنها؟ عند 1. اذا بحط هون step function ثانيه زي هيك، زمنها 1 والقيمه تبعتها ناقص 1، وخلص هذول اجمعهم كلهم. هلا مش واحدة منهم راح تودي الثانية؟ بعد واحد قديش راح تصير قيمة الجيرك؟ زيرو. بس قبل واحد قديش كانت؟ واحد. لأنه هذا لسه ما كانش صاير ستيب تايم. هاي ستيب كويك، هاي زيرو، هاي ناقص واحد. ماشي الكل فاهم؟ يعني عمالنا بنقول إنه أخذنا ستيب فانكشن هون، بعدين ركبنا عليها ستيب فانكشن ثانية. ركبنا عليها ستيب فانكشن ثانية عند النقطة هاي هيك. هلا لما بجمع الحمراء والسوداء ايش بعطوني؟ زيرو. رح يعطوني زيرو هون، بس هون رح تضلها واحد. هلا باجي بضيف كمان شيء جديد، بضيف شكل جديد عند اربعه، مش هيك؟ عند اربعه بضيف شكل جديد. نيجي عند اربعه بضيف كمان واحد، رح يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، لانه انا بدي انزل ماينس 1. فبنيجي بنضيف هلا عند اربعه، طبعا هذا تذكروا انه كمل. هلا عندي هذول هون قديش النت؟ بلس 1. بلس 1 وماينس 1 راح يعطيني هون 0. بلس 1 وماينس 1 وماينس 1، يعني هذا بيكمل ما بينتهي. هذا راح يضل موجود الاحمر هون والاسود والازرق. اذا راح يصير عندي ماينس 1 ماينس 1 ماينس 2 بلس 1 ماينس 1. هلا شو نضيف عند 6؟ بلس 1. بدي ارفعه هلا من هون، فبنضيف عند 6 فنعلمهم هذول. هذه عند 6، هاي عند 4، هاي عند 1، وهاي عند 0. اذا جمعتهم هلا هذول النت افكت تبعهم راح يكون هاي عندي 1، بعدين 1 وناقص 1 0، واحد وناقص واحد وناقص واحد عند أربعة رح تعطيني ماينس لحد النقطة هاي، بعدين جمعت لها بلس 1 رح ترجع زيرو. وإيش بعمل آخر إشي؟ بدي أحط هون بلس 1 على 9 وكمان ماينس 1 على 10. فعندي رح يكون هاي تبعت الزيرو، هاي تبعت الواحد، بعدين رح أضيف واحدة كمان للأربعة، ورح تكون هذه كمان نيجاتيف، مظبوط. وبعدين راح نضيف واحدة، وهي راح نجمعها ستة. بعدين راح نضيف كمان واحدة نيجاتيف عند الستة، ولا بوزيتيف عند الستة، كمان واحدة بوزيتيف عند الستة، وهي راح تجمع ستة. بعدين عند التسعة بوزيتيف، وال10 نيجاتيف. هذول كلهم نجمعهم. ايش بيطلع معي هلا هون؟ لو حطيت سكوب هون ايش راح اشوف؟ جي. اشوف جي بهذا الشكل، مضبوط؟ هلا ايش بدخله؟ هلا هذه راح تكون جي اوف تي، هاي ايش راح تصير؟ والحلو الانتجريتر راح يعمل كل الشغل اللي اشتغلناه هذاك مانيولي. اوكي؟ طبعا الانتجريتر ايش لازم يكون محطوط فيه؟ انيشال فاليو لمين؟ للاكسلريشن، للاكسلريشن اي اوف تي. فهذا راح يدخل له هون اي اوف زيرو لازم، ولا ما راح يقدر يكمل. اعمل دبل كليك على الانتجريتر، ايش راح يفتح؟ تلاقي في داخله في انيشال فاليو محطوط زيرو. اذا ما بدك اياه زيرو بدك تحط الفاليو اللي بدك اياه. وهلا بعدين شو بنعمل؟ نعمل كمان انتجريشن حتى يطلع معي في اوف تي، ونفس الشيء راح يكون في
0 بس اساوي 0 اوكي. وبامكانك على فكره اذا بتعمل كليك على هذا البلوك بامكانك تدخل الانيشال فاليو من برا اكسترنال. اذا بدك اكسبلسيتي تفرجي انه الانيشال فاليو جاي من مكان ثاني اعمل كليك على البلوك وبعدين اعمل اكسترنال الانيشال فاليو بيجي من برا. وبعدين عندي اخر شيء من هون راح يكون راح يطلع هون دي اوف تي وهذا هون 1 على اس ونفس الشيء دي اوف تي. اوكي ماشي. هاي اسهل بكثير طبعا سهله جدا بالهاي. الحلو بالسيميلينك انه هاي كلها جرافيكلي مبينه مبين كل وحده من هدول فبعمل كليك على كل وحده من هدول بتشوف الزمن تبعها اللي بيطلع منهم. بس حتى هاي اذا بدك تعملها بالسيميلينك بدك تكون عارف الارقام هدول مزبوط. انت تدخل هدول الارقام من غير تدخل هون الارقام اللي موجودين هون. يعني احنا عارفين انهم بلس جي ماكس وماينس جي ماكس بس زمنهم كريتيكال. زمنهم كريتيكال هو اللي بحدد الجيرني كلها اللي موجوده هون. اوكي.